وسنو ما سنقول لك الحبيب عليا سينا رازلي في الصباح لما الاسيز لي البديالو الفرازية والطريب ديالو كل سيم صبن كيس على الميبسيل اللي خرج لي وكاي بغي الفطور على حقه وطريقه ورسل نزعمة ما كان أثر شي أرحمي يا ماحت لعقل ترحمي من شفاك طال سقامي وكيف نقع حيار وانتي مسلية روفيا وزال فاطمة. السلام عليكم، معكم زهراء الساهر من مدينة فاس، سن 19 سنة، طالبة جامعية سنة ثانية شعبة التاريخ والحضارة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. تشهرت من خلال الفيديوهات ديالي اللي كندير فيهم الكوميديا او الغناء الطرب الاندلسي او الملحون. وهكا عرفني الجمهور. انا اختاريت الطرب الاندلسي والملحون لحقاش لقيت فيهم ذاتي، وهو يعني بما كما كنقولوا دائما ان طرب الاندلسي والملحون فيه كلام موزون، لحن زوين. المهم انا لقيت ذاتي في هذا الفن هذا، ونتمنى ان شاء الله نكمل فيه، وان شاء الله علاش لا نطوره باش ما يندثرش هذا الفن هذا، ان شاء الله نزيدوا به القدام ويولي عالمي علاش لا. ان شاء الله علاش لا، يعني انا كنقول انا بامكاني يعني ما نبقاش في اتجاه واحد، في اتجاه ديال الطرب الاصيل، يعني نقدر نغني شي حاجه جداد الشرقي ولا يعني الاغاني اللي ولاو دابا اغاني عصريه ان شاء الله علاش لا. صراحه البدايه ديالي كانت غير متوقعه، انا فقط كان يعني كانت البدايه ديالي من خلال فيديو كنقلد فيه اللهجه الفاسيه، ما كنتش متوقعه انه غادي يتشهر لهذه الدرجه، هذه هو اللي كان السبب الرئيسي في الشهره ديالي. من تما بقيت كنقول نبقى ندير فيديوهات علاش لا، مره كوميديا مره غناء. صراحه كما قلت لك انا ما كنتش متوقعه الشهره نهائيا، ما كانش على بالي. صراحه الشهره زوينه بزاف، يعني كتشوف ناس كيعرفوك، ناس مي تخرج مثلا تيتصوروا معاك، ناس كيبغيوك، ولو كاين اللي كينتقدوك ولكن ماشي مشكل. المهم الشهره زوينه ولكن شي شويه كما كيقولوا سيف ذو حدين، يعني زوينه وخايبه في شي حوايج. يمكن شي مرات ملي كيكونوا شي تعليقات مع انا يلا في البدايه ديالي وما مولفاش، كنشوف شي تعليقات ما كيعجبونيش، ولكن انا عارفه راسي غادي نولف، يعني بما انك في هذا المجال هذا كاين اللي غادي يبغيك وكاين اللي يكرهك، كاين اللي يبغي داكشي اللي كدير وكاين اللي يقول هذه كما كيقولوا الاغلب يقولوا هادشي حامض ولا شي حاجه. انا ما كيقتلوني غير دوك البنات اللي ندخل للجروب تلقاهم حاطين التصاور ديال التواكا ويقول لك تيتيز غادي سيري تما سنداري لا كتحلمي بلا غيديوك تواركع. والله يا بوك تسدي مغربي وقع طبوك قتله بالليل وقتله بالنهار، صفت بوك ضاربوك. واش اللي يقدر يكون تمثيل ولا اتجاه واحد ديالي بغيت نكمل ان شاء الله في الغناء. بالنسبه للكوميديا ما عرف على حسب الا جاوبني علاش لا. ندخل الميساجات يعني باش نجاوب الناس، يعني باش اولا باش كما بغيت نقول لها انه كاين اللي ما كنجاوبهمش كيقولوا هادي متكبره ولا شي حاجه، ولكن راه ما كرهتش نجاوب كل شيء، ولكن ما عندكش كدير كيكونوا ناس بزاف يعني، ولكن الحمد لله كنحاول انني نجاوب كل شيء. ومن هنا كنقول لكم انا راه تواضع الحمد لله، انا علاش نتكبروا. بالنسبه للميساجات كنلقى دائما مثلا كنلقى تزوجي بيا تزوجي بيا تزوجو. كاين بزاف بزاف، ولكن انا صراحه دابا ما كنفكرش في الزواج لحقاش انا عندي قرايتي، عندي بزاف ديال الاهداف عندي بغيت نوصل لهم اهم من الزواج. الزواج كيجي من ان شاء الله كيف ما قلت بزاف انه قريب غادي تكون شي حاجه ديالي، قريب غادي يكون جديد وهو اللي يكون مفاجاه ان شاء الله لكاع الناس اللي متابعيني. هي غتكون عباره على اغنيه ان شاء الله، اغنيه عصريه ولكن فيها واحد اللون ديال التراث المغربي الاصيل، وهذا الشيء ان شاء الله اللي بغيت انني نكمل في هذا المنوال هذا. كما قلت لك علاش لا نطوروا الملحون والطرب الاندلسي باش ما كما بدينا كنشوفوا انه بدا كينقرض.
انا صراحه كيعجبوني كاع الفنانين ديال المغرب، ما ملي كنبقى نشوف هكا ما كنلقى راسي تنكره حتى شي واحد، زعما نقول هذا ما عجبنيش ولا شي حاجه. انا كنشوف انهم كلهم فنانين وكلهم عندهم واحد الطابع ديال الابداع، كلهم كيبدعوا. الاكثريه الدنيا باطمه، وكنوجه لها تحيه من هذا المنبر هذا، والفنانه اسماء منور وسعد المجرب، وكاين بزاف اللي تعجبوني، ولكن هادو هما اللي تعجبوني بزاف، اللي زعما سلمى رشيد جميله بزاف. حبي اللي انت جاي تقول عليه، وانت عارف قبل ما انا الحب ايه، حبي اللي انت جاي تقول عليه، وانت عارف قبل ما انا الحب ايه، لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حب ايه، حب ايه، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. بغيت نقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم يا حبيبات عليا، لهلا خطيكم عليا، انا كنحبكم.